مشاهدينا، وللمزيد بشأن التطورات وتداعيات الأوضاع في غزة وتطورات ملف المفاوضات ووصوله إلى إنهاء الأزمة، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول المختص في القانون الدولي الأستاذ عبد اللطيف خضر. مساء الخير أستاذ عبد اللطيف. أهلا بكم، حياكم الله. كما ينضم إلينا من عمان عبر الهاتف مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين الأستاذ معاذ البدري. أستاذ معاذ، السلام عليكم. أستاذ معاذ، هل تسمعني؟ حياكم الله وبمشاهدين الكرام وبضيفك الكريم. حياكم الله. نبدأ مع الأستاذ عبد اللطيف، نبدأ من إعلان حرب حماس موافقتها على شروط أو المفاوضات التي ساقها الوسيطين المصري والقطري بموافقتها على هذه المقترحات بشأن وقف إطلاق النار، ولكن هنا مصدر إسرائيلي يقول أن المقترح المصري يختلف عن الصيغة التي وافقت عليها تل أبيب. هل نحن أمام معوقات جديدة؟ أن الردود الفعل الإسرائيلية التي صدرت منذ الساعات التي تلت إعلان حركة حماس عن قبولها للوقف والهدنة المقترحة من الجانب المصري والقطري هو تأكيد على إرادة القتل والاستمرار في الجرائم، جرائم الحرب والإبادة الجماعية في قطاع غزة. الشهر السابع تواليا هذا الجيش الصهيوني يرتكب عشرات الجرائم يوميا، نجم عنها اليوم ما يزيد عن 34 ألف شهيد وأكثر من 80 ألف جريح وأكثر من 15 ألف مفقود. بالتالي الحديث الإسرائيلي اليوم عن أن هذا العرض الذي وافقت عليه حركة حماس هو عرض معدل ليس لهم علم به، أو أنه عبارة عن شروط مخففة لا يعلمون ما هي المضمون الذي تم الموافقة عليه، هي جميعها ذراع. ومع الأسف هي تأكيد على استمرار الرغبة الإسرائيلية في استمرار عمليتهم العسكرية وهذا العدوان بحق المدنيين والشعب الفلسطيني، ورغبة منهم بالاستمرار بعمليات القتل والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني. بالتالي الجميع يعلم بأن هذه المقترحات عندما يجري تقديمها تأتي بالتوافق من جميع الأطراف، الوسطاء المصريين والقطريين هم على تواصل مباشر مع الجانب الإسرائيلي، وكذلك الإدارة الأمريكية التي أدخلت نفسها كوسيط أيضا في هذه المفاوضات لوقف الحرب. ولكن الادعاء الإسرائيلي اليوم هو محاولة لذر الرماد في العيون كما يقال، وكذلك رغبة منها في إفشال هذا العرض الذي وافقت عليه حركة حماس والاستمرار بعمليات الحرب وعمليات الاعتداء على مدينة رفح كما رأينا جميعنا اليوم. منذ الصباح الباكر عشرات الغارات الجوية، عشرات الشهداء، مربعات سكنية كاملة جرى قصفها، وكذلك أحزمة نارية مكثفة على الأحياء الشرقية من مدينة رفح، جميعها عبارة عن عمليات عدوانية تهدف إلى استباق الرد الذي سمعه العالم أجمع مساء اليوم عن حركة حماس بقبول وقف إطلاق النار وهذا العرض الذي جرى تقديمه قبل ساعات قليلة. بالتالي أي حديث إسرائيلي الآن بأن هذا العرض الذي وافقت عليه حركة حماس لا علم لهم به هو عبارة عن أكاذيب يجري ترويجها اليوم. وأول رفض لهذا الإعلان الإسرائيلي جاء على لسان ذوي الأسرى الإسرائيليين الموجودين لدى فصائل المقاومة داخل قطاع غزة، هم رفضوا رد الفعل الحكومي الرسمي الإسرائيلي وأشاروا إلى ضرورة وقفه والقبول بهذا العرض الذي وافقت عليه حركة حماس. طيب، فالآن الكرة باتت في الملعب الإسرائيلي، وحكومة اليمين الصهيوني المتطرف التي شنت هذه الحرب قبل 7 أشهر وتريد استمرار عمليات القتل باتت اليوم ما بين الموافقة على هذه الهدنة ووقف إطلاق النار أو عمليات المضي قدما في عملياتها العسكرية. طيب، الفاشلة على مدار 7 أشهر والمراهنة بأرواح الإسرائيليين الموجودين أسرى لدى فصائل المقاومة. أيضا أستاذ عبد اللطيف، هنا مسؤول إسرائيلي يقول أن مقترح الوسيطين المصري والقطري يشمل تنازلات كبيرة لا يمكن لإسرائيل القبول بها. هل تظن أن الداخل المحتل سيضغط على نتنياهو باتجاه القبول بوقف إطلاق النار؟ اليوم بعد مضي 7 أشهر من العدوان الإسرائيلي والعمليات البرية المكثفة داخل قطاع غزة، باتت ليس فقط المجتمع والشارع الإسرائيلي بل وحتى الأوساط العسكرية والأمنية تدرك فشل هذه العملية العسكرية بشكل كامل.
جميع الأهداف التي رصدت في بداية هذا العدوان هي لم تتحقق. القضاء على المقاومة، المقاومة حتى اليوم لا تزال تثخن في هذا العدو وفي جيش الاحتلال، تقصف بالصواريخ أماكن تجمع الآليات والجنود، تقصف أيضا بقذائف الهاون الثكنات الموجودة على محور نتسارين. الأسرى الإسرائيليين لا يزالون يتواجدون بأيدي المقاومة، لم يتم تحرير أسير إسرائيلي واحد من أيدي فصائل المقاومة. بالتالي جميع هذه الأهداف قد سقطت، والرهان على الاستمرار العملية العسكرية وأن رفض هذا الهدنة ووقف إطلاق النار والاستمرار باجتياح رفح المزعوم قد يؤدي إلى نجاحات، هو عملية وهم ووهم كبير وخداع استراتيجي للشارع الإسرائيلي الداخلي، لمن لا يدرك اليوم بأن هذه الحكومة الإسرائيلية تذهب بكافة الكيان الإسرائيلي نحو الهاوية. فهي من جانب هي ضحت بأرواح العشرات من الإسرائيليين الأسرى لدفاع فصائل المقاومة عبر قتلهم بشكل مباشر بنيرانها وبصواريخها وعبر نيران الدافع والطائرات. طيب أستاذ معاذ، هنا أيضا في إطار الانتهاكات المستمرة من قبل جيش الاحتلال، تم إغلاق أو أغلق الاحتلال مكتب قناة الجزيرة في الأراضي المحتلة، وقد أصدرتم بيانا في هذا الشأن، كيف تنظرون إلى هذه الخطوة التي أقدمت عليها حكومة الاحتلال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة منذ اليوم الأول للعدوان اتخذ الاحتلال الصهيوني من الصحفيين هدفا مباشرا لا يختلف أبدا عن أي هدف آخر في قطاع غزة. وفق هذا المسار تطرف جيش الاحتلال أكثر مما هو متطرف في قتل الصحفيين وعائلاتهم بهدف وضع الحواجز والسدود بين المتلقين وبين مصادر الحقيقة. اليوم في غزة كل وسيلة إعلامية تجعل من مهنتها مصدرا معتبرا في نقل حقيقة ما يجري على الأرض لا تروق للاحتلال ولا لأبواقه ولا لحلفائه أو مطبعيه. لهذا لا يخجل كيان الاحتلال من تلفيق الأكاذيب واحتماد المغالطات من أجل مصادرة حق الصحفي في الحصول على المعلومة، وفي الوقت نفسه مصادرة حق المتلقي في الوصول إلى الحقيقة. قناة الجزيرة وهي مثال حي على عنجهية هذا الاحتلال، رغم أن شعارها المشهور الذي تبنته منذ بداية بثها الرأي ورأي الآخر، ورغم أنها تفسح المجال للمتحدثين باسم حكومة الاحتلال أو من يتحدث باسم جيش الاحتلال بالظهور على شاشتها ليتسنى للرأي العام تقييم المشهد، رغم ذلك كله تطغى كما قلت العنجهية الإسرائيلية على حكومة نتنياهو، تطغى على سلوكياتها وعلى اعتباراتها بحيث لا تريد سوى أن يكون الرواج للرواية الصهيونية. الاحتلال اليوم بات في وضع سيء بسبب بطلان سرديته، ليس على مستوى الرأي العام العالمي العربي والإقليمي، بل حتى على مستوى الرأي العام العالمي. لم تعد الرواية الصهيونية مقنعة تماما لخلفاء تل أبيب، لذلك اتخذت الأخيرة منحى كتم كل صوت يعارضها وإقصاء أي منبر لا يتوافق معها ومع سياساتها ومنهجيتها. أيضا أستاذ معاذ، هنا إذا كان هذا الاعتداء من قبل حكومة الاحتلال يعد انتهاكا صارخا وصريحا للمواثيق الدولية ولحقوق الإنسان، السؤال هنا أين المجتمع الدولي من كل هذه الانتهاكات المستمرة ليل نهار والتي تزامنت مع قناة الجزيرة مع احتفال العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة؟ نعم، الحديث عن هذا الموضوع صار من بدهيات الصراع. المجتمع الدولي على الصعيد الرسمي متواطئ مع الاحتلال ولا ينظر إلى الواقع إلا في سياق قانون الغاب الذي يعطي للقوى الاحتلالية الحق في خرق القوانين وارتكاب الانتهاكات ثم تكريم هذه القوى بالإفلات من العقاب في مقابل تجريم أصحاب الأرض وسلب حقوقهم في المقاومة والدفاع عن مقدساتهم وصيانة حقوقهم وما إلى ذلك. هذا الحال مستمر على امتداد عمر القضية الفلسطينية منذ ما يزيد عن 3-4 قرن. ونحن في العراق أيضا نعيش هذا الواقع الشاذ منذ عقدين من الزمن وندرك جيدا ما هي حقيقته وما هي مآلاته. أما إذا أردنا أن نتناول المواقف ذات الصلة بالمجتمع الدولي من ناحية الصعيد الشعبي، فإن مستوى التفاعل مع المشهد في غزة على مدى 213 يوما لم يرقى أبدا إلى المستوى المقبول من الشعوب، ولا سيما الشعوب الغربية التي سعى
سبق لها أن عبرت بوضوح وبصوت عالي عن مواقفها تجاه الحرب الروسية الأوكرانية على سبيل المثال، أو حتى في طابعها العام حينما تبحث عن مواقف مؤيدة لها في قضاياها أو تطلب إدانات لما قد تتعرض له من هجمات أو تفجيرات بغض النظر عن ماهيتها ودوافعها. نحن هنا لسنا في معرض الخوض في هذه التفاصيل، لكن لو صح أن نصنف المجتمع الدولي إلى مستويين رسمي وغير رسمي، فإن كلا الطرفين في خانة واحدة من حيث التقصير في دعم فلسطين وغزة، ومن حيث الانحياز إلى الاحتلال إما بالفعل كما هو حاصل من جانب الأنظمة الداعمة عسكريا وإعلاميا، أو بالإحجام والسكوت على جرائمه وعدم التعبير على أقل تقدير عن حالة عدم الرضا على ما يجري من جانب الجهات الشعبية والمجتمعية وغير الرسمية. لكن ذلك لا يمنع من الإشادة ببعض الحركات المناهضة للكيان الصهيوني في الغرب من قبيل احتجاجات طلبة الجامعات الأمريكية واحتفاماتهم التي تطالب بإنهاء الحرب، فإنها وإن كانت محدودة لكنها لفتت الأنظار إلى قضيتين مهمتين، ولهما إجرام الكيان الصهيوني المفرط وسقوطه من أنظار شريحة مجتمعية لا بأس بها، والقضية الأخرى كشف أكاذيب الولايات المتحدة لشأن ما تسمى الديمقراطية وحرية التعبير حينما واجهت هؤلاء الطلبة بالقمع والتنكيل والاحتقار. أيوة، أيضا عن دحض الرواية الصهيونية. نعم أستاذ معاذ، نعود إلى الأستاذ عبداللطيف ثم نعود إلى حضرتك لإكمال المحاور. أستاذ عبداللطيف، مع بدء جيش الاحتلال إجلاء الفلسطينيين من شرق رفح حتى الحدود مع مصر، هل اقتربت العملية العسكرية التي يهدد بها نتنياهو منذ أشهر على رفح؟ وهل يستطيع الوسيط الأمريكي أن يوقف هذه الخطوة في إطار العمل على دفع عجلة المفاوضات؟ ولم يرحب الأمريكان لم يرحبوا باجتياح رفح. يعني الحديث المتكرر من سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن اقتراب عملية اجتياح رفح، وبالأمس كان هنالك اجتماع للمجلس الأمن المصغر، وتم تصدير بعض الأخبار عن صدور قرار بالإجماع عن كافة الوزراء وإعطاء الضوء الأخضر لاجتياح رفح. أعتقد أن جميع هذه الأخبار وتكرارها يأتي من باب الضغط التفاوضي ووضع حركة حماس ما بين المطرقة والسندال، فهي من جانب هم يعلمون حرصها البالغ على أرواح شعبها وسكان كافة القطاع، وخاصة الآن النازحين ما يزيد عن 1,300,000 نازح نزحوا إلى مدينة رفح، ومن جانب آخر هم يعلمون بأن صمود المقاومة لا بد أن يكون هنالك متسع من المجال للضغط عبر الضغط به بأرواح المدنيين، وهذا هو استخفاف من سلطات الاحتلال الإسرائيلي مدعومة أيضا بهذه الإدارة الأمريكية الداعم الأول والأكبر لهذا الكيان منذ بدء هذه العملية العسكرية والعدوان قبل 7 أشهر. في سياق آخر لا بد من الحديث بأن عملية الترويج المتكررة بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعارض دخول رفح وتوسع هذه العملية العسكرية الإسرائيلية، من باب أولى كان بهذه الإدارة الأمريكية وقف تصدير السلاح والقنابل والصواريخ التي قتل بها عشرات الآلاف من الفلسطينيين، ووقف هذا الجسر الجوي والبحري الهائل الذي جرى تزوير الكيان به بعشرات آلاف الأطنان من وقود الحرب والمتفجرات. ولكن الإدارة الأمريكية اليوم أيضا هي مأزومة من جانب اقتراب الانتخابات الأمريكية وتغير مزاج الرأي للناخبين الأمريكيين، حتى الديمقراطيين منهم باتوا اليوم حانقين على إدارة بايدن وطريقة إدارته ودعمه اللامحدودة لحكومة الحرب الإسرائيلية وإدارتها لهذا العدوان وما نجم عنه عن افتضاح أمرهم كديمقراطيات تسعى لتثبيت وترسيخ الأسس والمبادئ الديمقراطية في العالم أجمع. هم باتوا اليوم القتل رقم واحد للأطفال والنساء والشيوخ في العالم في الحروب العالميتين الأولى والثانية. لم يشهد العالم هذا الكم الهائل من الفيديوهات والصور وكذلك ما يجري بثه على الهواء مباشرة لعمليات الإبادة الجماعية بحق الأطفال والنساء. اليوم افتضح أمر هذه الإدارة الأمريكية الراعية الأولى لإرهاب الكيان الإسرائيلي، ودولة الاحتلال الإسرائيلي أيضا كانت تتشدق خلال السنوات الماضية بأنها الدولة الديمقراطية الأولى في الشرق الأوسط ما بين دول العالم العربي الدكتاتورية كما تصفها وكما تروج لها في كافة الدعوات، ولكن سقط القناع اليوم وبات العالم كله وأجمع يدرك بأن تحت وطأة حرية الصحافة وحرية الصحافة الحرة كما حدث مع قناة الجزيرة التي فضحت
كافة جرائم الاحتلال الإسرائيلي وداعمي باتت تلاحق هذه الصورة، وبات يراد تكميم جميع هذه الأفواه. نعم، بهذا المحور أستاذ معاذ، يعني مما انتهى منه أستاذ عبد اللطيف اليوم، بما تفسرون قرار إغلاق مكتب قناة الجزيرة في الأراضي المحتلة بالتزامن مع تزايد الاقتحامات في الضفة وكذلك في القدس؟ طبعا لا شك أن قرار الإغلاق هذا يتوائم مع ما تفضلتم به في السؤال من اقتحامات واعتقالات ومواجهات أضف إليها الفعاليات النوعية للمقاومة الفلسطينية ولا سيما في جنين. لكن الأخطر من ذلك كله هو تزامنه مع الحملة العسكرية التي كان الاحتلال يروج أو يروم شنها على رفح، هذه البقعة من الأرض التي تضم كثافة بشرية هائلة نتيجة حالة النزوح التي فرضها عدوانه على أنحاء القطاع الأخرى. المنطقة باتت مظنة مجزرة غير مسبوقة لا سمح الله في حال اتخذ نتنياهو قراره بهذه العملية. يبدو أن نتنياهو يريد أن تكون نتائج العملية العسكرية كما هو يخطط في ذهنه أن تكون بعيدة عن الأضواء والتغطيات الإعلامية التي تنقل غير الرواية الصهيونية، سواء ما يتعلق بالضحايا من أهلنا هناك حفظهم الله ونجاهم، أو ما كان متعلقا باستمرار الفشل العسكري لجيش الاحتلال الذي حتى اليوم لم يتمكن من تحقيق خطوة يستطيع أن يعول عليها من أهدافه التي أعلنها حينما بدأ عدوانه واتخذ قرار الحرب البرية. الليلة الماضية كانت هناك براعة استدلال تنذر جيش الاحتلال بما قد يلاقيه في حال قرر التورط في اجتياح رفح. وإن كان هذه الليلة أمست قضية اجتياح رفح من أكثر العوامل تأثيراً في المشهد بعد إعلان المقاومة موافقتها على بنود الهدنة أو على بعض بنود الهدنة، الأمر الذي يجعل الاحتلال في حرج، هل يستمر في يعني هل ينقض ما يراد هذه الهدنة أن تتم، أو يرضخ لها فيتخلى عن اجتياح رفح. طبعا المقاومة هنا وبصراحة أتقنت إدارة الصراع سياسيا مثل ما أتقنته ميدانيا وعسكريا، لكن حين نرصد منهجية الاحتلال منذ 7 أشهر بل أبعد من ذلك على مدى سنوات الصراع الفلسطيني الصهيوني، نجد أن الاحتلال الصهيوني لا ينفك يتحدث بلسان المسكنة والتظلم، ولا يكف عن الترويج بأن الإسرائيليين هم ضحايا ما يسميه الإرهاب، وأن ما تسمى إسرائيل لها حق الدفاع عن النفس في مغالطة مفضوحة يريد من خلالها صرف الأذهان والانتباه عن حقيقة أنه عدو محتل لا علاج له سوى الاستئصال. عفوا، فقط هذه المنهجية تقتضي تتم التغطية على المجازر والانتهاكات التي يفعلها. طيب، حيال كل هذه الانتهاكات والمجازر وكتم الأفواه وقطع الصورة في نصف دقيقة إذا سمحت لي، ما المطلوب من الأمة العربية حيال ما هذه الانتهاكات وقتل الصحفيين؟ أكثر من 114 صحفي قتل في غزة في هذه الفترة فقط، و40,000 تم قتلهم بين قتلى ومفقودين، في نصف دقيقة أو دقيقة إذا سمحت. نعم، طبعا ليست الأمة العربية وحدها فقط من تقع عليها المسؤوليات والواجبات والمطالبات والمواقف وغير ذلك، بل العالم الإسلامي كله في المقام الأول، والأمة العربية جزء من هذا العالم. مثل ما صنفنا قبل قليل المجتمع الدولي إلى مستويين، العالم الإسلامي بأممه العربية وغير العربية كذلك ينقسم إلى صنفين، النظام الرسمي والسواد الشعبي. الحديث عن النظام الرسمي مع الأسف الشديد لم يكن من المجدي أن تصرف الجهود والرؤى صوبه، لأنه في غالبه أثبت عدم أهليته ليكون منقذا لغزة أو داعما لها، بل أن مواقفه الضعيفة جدا أو المنعدمة فسحت المجال للأدعياء لأن يسجلوا مواقف كاذبة وخادعة ويظهروا في الأوساط الإعلامية والسياسية على أنهم مناصرون لفلسطين. أما سواد الأمة الأعظم فجهده ملحوظ ومواقفه غزيرة، الكثير من الشعوب المسلمة والعربية تتظاهر وتحتج وتقاطع وتتبرع بالمال وتنهج بالدعاء وتبذل وسعها وتقدم من الجهود ما تستطيعه رغم ما يفرض عليها من حالات التضييق والاستضعاف والتقييد وغير ذلك. المطلوب في كل الأحوال أن ساحة غزة ما تزال مفتوحة وتستقطب الجهود والمواقف. شكرا لكم ونعتذر جدا لضيق الوقت أستاذ معاذ، نتمنى أن تكون الفكرة وصلت كاملة. مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين أستاذ معاذ البدري، شكرا لكم. ونشكر كذلك من إسطنبول المختص في القانون الدولي الأستاذ عبد اللطيف خضر، شكرا لكما على وجودكما معنا في هذه التغطية.